في 1947 قال الجنرال ماك أرثر الحاكم العسكري لليابان أمام الكونغرس الأمريكي: يشير التاريخ إلى درس لا لبس فيه، إن الاحتلال العسكري يخدم غرضه فترة محدودة فقط، وبعدها يبدأ التدهور بسرعة. لكن سنوات الاحتلال الأمريكية السبعة لليابان كانت سلمية إلى حد كبير، وربما نسي الأمريكيون تلك الكلمات أكثر من مرة، وربما ينسونها دائماً، فهزموا في فيتنام وفشلوا في العراق وطردوا من أفغانستان. فليس كل مكان يابان. سنشاهد معاً حكاية التاريخ عن مقاومة الاحتلال كيف تكبر ولماذا تنتصر. المقاومة عمل شرعي في القانون الدولي، واحتمال انتصارها يرتبط بعاملين: طبيعة الاحتلال، طبيعة الأرض المحتلة وشعبها. وتبقى اليابان مثالاً لافتاً وغريباً، الإمبراطور وشعبه تقبلوا الهزيمة ولم يسعوا للانتقام من القوة التي ألقت عليهم قنبلتين نوويتين. نجحت أمريكا بتحويل اليابان لدولة وديعة وحليفة. الاحتلال قد لا يكون أجنبياً تماماً، فضم ألمانيا لقريبتها النمسا على أبواب الحرب العالمية الثانية كان أشبه باحتفال نمساوي. لكن الاحتلال إذا كان غريباً في اللغة والدين والعرق والقيم والثقافة يصطدم بمقاومة، ويزداد عليه الأمر سوءاً إذا ما جاء إلى مكان غير اليابان. المقاومة اليوغوسلافية في مواجهة الاحتلال النازي كانت أشد بكثير من أي منطقة محتلة أخرى خلال الحرب العالمية الثانية. إدموند فينسماير أحد كبار مستشاري هتلر يقول: كان يوم واحد في يوغوسلافيا أكثر خطورة من سنة في المجر، والاختلاف الديني مع المحتل يزيد حدة المقاومة. خلال الحرب العالمية الأولى دعا الكهنة الأرثوذكس في صربيا للمقاومة ضد الاحتلال النمساوي المجري. في العراق كان للزعيم الديني مقتدى الصدر دور فعال في إيقاد المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي، والعراق ومعه أفغانستان أثبتا أن الاحتلال حتى لو جاء بدعاوى تحررية سيشهد مقاومة تصاعدية. إنها الذاكرة التراكمية عند شعوب لا تنسى وتقول لا تصالح. لكن الاحتلال الأكثر قسوة هو الاستيطاني الإحلالي، مثل استعمار الأوروبيين لأمريكا الشمالية وأستراليا. يأتي المستعمر فيبني مستوطنات ويطرد السكان الأصليين أو يقتلهم ويحل مكانهم، لذلك اسمه إحلالية. وقد نرى في محتل واحد كل صفات المحتل الذي يدفع لمقاومة أكبر، ونرى في شعب تم احتلاله كل الوصفات اللازمة لمقاومة أشد. في عصرنا الكيان المحتل الوحيد لدولة وشعب على وجه الأرض هو إسرائيل، والدولة المحتلة الوحيدة الخاضعة لاحتلال فج ومباشر وأجنبي وغريب دينيا ولغويا وثقافيا هي فلسطين. لو جمعت كل الوصفات السابقة لاحتلال سيء وكل العناصر السابقة لمقاومة لا تتوقف، وقررت أن تختار المكان المناسب للعثور على مقاومة لا يمكن أن تقبل احتلالاً، فهل سيكون المكان فلسطين؟ ظن البعض أن تجربة ترويض اليابان قابلة للاستنساخ، وأنه يمكن تحويل القضية الفلسطينية إلى فولكلور، لكن ما يصلح لقوى مهزومة في حروب عالمية وما حدث لسكان الأصليين في أستراليا قبل قرون لا يصلح الآن في منطقة ممتدة على دين واحد وخمس وخمسين دولة. إن المجتمعات المحتلة المتجانسة عرقياً ودينياً أكثر قدرة على المقاومة، وإن احتلال أرض مقدسة لدى ملياري إنسان لا يخص فقط الضفة الغربية وغزة وعرب 48. والمقاومة كما كل شيء في الحياة تتطور، قد تبدأ بالحجارة ولا تنتهي بالصواريخ. المقاومة لا تموت. في أفغانستان والعراق حققت أمريكا انتصاراً سريعاً، ومع مرور الزمن تتشكل مقاومة متواضعة ثم تصبح أكثر فتكاً مع أسلحة وتقنيات جديدة. لقد بدأت المقاومة الفلسطينية بالانتفاضة الأولى عام 1987 وكانت بالحجارة، وفي 7 أكتوبر 2023 أصبحت انتفاضة كل شيء ممكنة،
من الصواريخ وقوات مظليين واقتحام، وتعرفون الباقي. في أفغانستان لم تكن العمليات الانتحارية شائعة حتى عام 2003. تقول التحليلات الغربية المعرفة بالعمليات الانتحارية جاءت من أفغانستان قادمة من العراق بعد الغزو الأمريكي له. في أواخر عام 2005 كانت أمريكا وحلفاؤها متفائلين بنجاح غزو أفغانستان واستقرار الحكومة الأفغانية، لكن في عام 2006 سيطرت حركة طالبان مرة أخرى على مناطق بأكملها، وشاهدنا جميعاً بالبث المباشر كيف انسحب الأمريكيون ذات ليلة من ليالي 2021. أثناء عدوانه يرتدي المحتل قناع التحرير، أو يصور عدوانه على أنه انتقام من عدوان مضاد. كان هتلر يعدم 10 مدنيين مقابل كل جندي ألماني يقتل في أي أرض يحتلها، لكن النازية هزمت في نهاية المطاف. إن المقاومة في 2023 التي رأت رحيل الاحتلال عن أفغانستان والعراق تصبح أكثر ثباتاً. لقد تأثر القائد الثوري الكوبي فيدل كاسترو بحدث تأميم قناة السويس في مصر عام 1956، فخرج في خطاب وقال: إن تأميم قناة السويس أظهر للعالم أن الشعوب المضطهدة قادرة على الدفاع عن حقوقها. ويقال إن هذا الحدث الذي وقع في مصر هو الذي أعاد لكاسترو الأمل بالنصر في كوبا. بعد 3 سنوات من تلك اللحظة انتصرت الثورة الكوبية، والاحتلال الذي يمارس العنف المفرط والقتل الجماعي يشهد مقاومة أكبر. هكذا خرج المحتل الفرنسي من الجزائر، بلد 1.5 مليون شهيد. والاحتلال الذي تكسر هيبته ويكشف ضعفه الداخلي يدفع لتوحيد صفوف الشعوب المحتلة. هكذا رأينا إسرائيل تعاني من أكبر حالة انقسام سياسي داخلي في تاريخها، وهكذا رأينا التلاحم الفلسطيني بين المناطق الفلسطينية 3، الضفة وقطاع غزة وفلسطيني 48. السؤال: ماذا عن فوارق القوة؟ الجواب: المقاومة غير عقلانية. أثناء الحرب العالمية الأولى كان عدد سكان سويسرا 3 ملايين فقط، بينهم 250,000 مواطن يعرف كيف يطلق النار. وتقول الرواية إن القيصر الألماني فيلهلم الثاني سأل مستشاريه: ماذا سيفعل 250,000 سويسري عندما يواجهون غزو 500,000 جندي ألماني؟ يجيب أحد رجال الميليشيات السويسرية: نطلق النار مرتين. قبل 2600 عام كتب سون تزو المفكر العسكري الصيني الشهير نصيحتين لكل محتل: لا تحاول احتلال بلد لا تفهم ثقافته. عندما تهاجم بلداً يجب أن تخطط للانسحاب في نفس الوقت.